قلت لك بيتزا اسرع. بيتزا ايه يا عم انت؟ ما طالب سوشي كده كده شويه هيك على طول. طب امسك 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 الحته دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا بلاش. انت حر. او السوشي بس. او السوشي بس. بقول لك ايه؟ انت بقيت محلويه قوي اليومين دول كده ليه؟ ما تجيب 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من الولايه اياها؟ اه ده احنا جبنا نق. ده انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت ممكن تديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينق دلوقتي؟ يا شيخه. خش يا ابني انت، شوفوا ليه جوه. لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ هوضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط يعني. انا خالد الليث يا فندم، لا ليا في السياسه ولا ليا في الدين، يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجات دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره، تقدر تلاقي حشيش، الواد ده مثلا كان بيشم من شويه قطره. لا ما تخرب بيتي ايه؟ ما بس. الباشا حبيبي، انا يا باشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره واتنزل عنها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب ايه يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيع فيه ومتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه؟ لا ما اعرفش حاجه من اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك يعني. ايه الحاجات دي يا باشا؟ وريني. ده بالله مش هتبقى قضيه دهب بس. والله يا باشا الحاجه دي حرزوا له كل حاجه تلاقوها. لا يلا كل حاجه يا فندم، الحاجه دي مش بتاعتي اصلا. تعالوا خدوه. لا ياخدوا يا فندم، حضرتك فاهم الموضوع غلط.